وصلنا معكم للدقائق الأخيرة من هالبريك يلي رح يرافقنا فيه محمد لحتى يعرفنا على تطبيق جديد ممكن كتار يحتاجوه وحتى يكون مفيد لإلهم. خبرنا محمد عن شو رح تحكي لنا اليوم؟ رح أحكي عن تطبيق إذا قلت اسمه هلأ رح تستغربوا، ولكن هذا التطبيق اسمه المصمم العربي. تمام. المصمم العربي هذا التطبيق رح نفتحه هلأ مشان ما ناخذ وقت كثير، واكيد هلا انتم عم تشوفوا معنا كل شيء انا عم ساويه. هذا التطبيق بيساعدنا لحتى نحن اذا كنا متعرضين لاي موقف خيانه او اي موقف جرح او لحظه شاعريه حبينا نحط كتابه على الصوره، او ممكن لحظات فرح يعني اذا بدنا لحظات فرح. يلا هي فرح مشانك. طيب ماشي. فهو بيساعدنا على كتابه عباره اوكي جنب الصوره. هلا عم نشوف كثير احيانا الصور الفوتوغرافيه يلي عم تكون هيك بكواليتي كثير عالي، عم نلاقي انه عم يعملوا جنبها مثل لوجو، بتساعد لوجو حدا يعمل لوجو لإله؟ لا مو لوجو، بتساعده انه يكتب عبارة جنب الصورة. تمام. طيب. تمام؟ طيب فنحن هلا فتنا بهذا الشكل، رح تطلع لنا هي الواجهة يلي هلا كلياتكم عم تشوفوها معنا، رح يطلع معنا عمل جديد. تمام. بيطلع لنا يعني هي محمد مثل صور هي اللي بنشوفها مثلا تبع صباح الخير ومساء الخير، ولكن بعبارات يمكن تمام. اجمل. نحن يعني ماما بابا هدول تقعدوا تكتبوا لي عليه، هذا حقه مصاري هذا التطبيق. طبعا ما قلنا انه هذا التطبيق هو متوفر على الاندرويد وعلى الاي او اس، هو طبعا مجاني، هو كثير منيح معناتها الكل بيقدر يحصل عليه. تماما فما تكتبوا لي عليه صباح الخير. طريقه الشغل عمل جديد بيطلع لنا، يا اما صمم على صوره موجوده بالاستوديو، يا اما كتابه على لون بيخلينا نكتب، بيعطينا الوان وبنكتب عليه. تماما. طيب كيف نحن مثلا اذا بدي احط صورتك؟ انا هي السماعه هي اخر مره حصور فيها لانه عم تطلع من اذني كثير. طيب سلامتك يا محمد. الله يسلمك. فتحنا الصوره، فتحنا صمم على صوره، بيعطينا يا اما من الكاميرا يا اما من الاستوديو. اوكي. فنحن حناخذ من الاستوديو وحنختار صوره لمحمد لابو حميد. صوره لابو حميد. تمام. حنفرض انه نحن حناخذ انا صوري كلهم حلوين. هو صعب الشغل عليه محمد؟ الشغل عليه كثير سهل، كثير حلو. تماما حاخذ انا هي الصوره يلي صورتها هون عند هذا الحيط. طيب. الاورنج. أوكي. تمام. اول شغله هو هذا التطبيق رح يساعدنا بانه انا اذا بدي اقص الصوره كروب او اي شيء بدي اياه. تمام. هلا انا هيك كثير منيحه، هي الصوره حلوه كثير، انا حاببها هي الصوره. اوكي. حنوصل للكتابه هلا، حيعطينا هون نحن الكتابة، الفرشات، إضافات، مؤثرات، وهندسيات. الهندسيات أنا ما بعرف، ما اشتغلت معي يعني ما بعرف شو العذر، يمكن من التطبيق أو يمكن في نسخة مهكرة أو شيء ما أنا فيها. كتابة، اكتب نص، كتبنا نص، نكتب نحن النص هون بهذا الشكل. أوكي. شو بتحبي نكتب؟ بريك شباب. بريك شباب. أوكي. بريك شباب. محمد طبعا هو سؤال هلا، هو كمل شغلك بما سالتك هذا السؤال. هو بيعطينا امكانيه انه نحن نلعب بشكل الخط او بلون الخط. تماما. انا هي الشغله الخط يلي كنت رح اوصل لها وانت سمعتيني فيها. طيب. سمعتيني هبه. كيف بنقدر؟ كتبنا العباره طبعا نحن، بس قبل ما اطلع نحن بيساعدنا كمان على التشكيل مشان يطلع الخط العربي، بما انه هو اسمه المصمم العربي يعني مشان يعطيني التشكيل مثل ما شفتوا هون على اللوح اللي وراي. هبه كتبتها هي العباره اللي وراي. ظريف كثير منيح. اوكي. تمام. عملنا هيك. فيني اختار انا قياس الخط يلي بدي اياه، اعتبر انه القياس هيك. تمام. بالنسبه لنوع الخط، نوع الخط بنفوت لهون نحن جاري التحميل، بيعطينا تقريبا ليكي شو 132. في عندنا خيارات كثير، بيعطينا 132 خيار من الخطوط العربيه. شو اختار؟ والله انا احترم هلا اي شيء. تمام. هلا هو خلينا نختار مثلا رقم ثاني شيء. رقم 2 كثير انا بحبه هذا الشيء، فهو بيعمل لي طلع بهذا الشكل. طيب. تمام. هو في له باك جراوند معينه لازم تكون عليه ولا عادي اذا موجوده الصوره؟ ما يعني فينا نحط له لون مثلا؟ فينا بهي الطريقه نعمل تعبئه، شيء اسمه تعبئه لحتى يطلع هيك شيء. تمام. وفينا نقيم هي التعبئه. في اضافات ثانيه غير في اضافات انه انا بقدر العب بالظل، بعمل ظل حلو طبعا، بختار لون الظل بهذا الشكل. تمام. يعني بهي الطريقه فينا نحط الاقتباسات يلي نحن حابين نحطها، وفينا نحط الجمل يلي نحن حابين نحطها. تماماً. سواء على صورنا او حتى على خلفيات ملونة. على خلفيات عاديه يعني انا اذا كنت حابب نزل شيء ستوري، في حكمه خطرت ببالي، بتعرفوا يعني نحن كلياتنا حكم ابو حميد، انت كلك حكم، فاكيد هذا التطبيق راح يساعدكم كثير بحياتكم، راح يساعدكم بحياتكم على السوشيال ميديا. خانتك خانك، اكتبي له جملتين على الصوره. خانتك خانك ما تعبري حبيته. لا اكتبوا له حبيته بعض مثلا، حبيتك حبيته. اوكي ماشي. حتى للاخوه السائقين، لا تشوفني عم اتدرج دوبرني وتفرج، هدول شغلات بفيدكم. نزلوا هذا التطبيق. بقي شيء نحكي؟ ما بقي شيء نحكي.